طب النهارده فين ده خلاص كده؟ المفروض ان دي سلسله فيديوهات، ثلاث فيديوهات بيتكلموا على الانترودكشن، انترودكشن بيزكس، بيزك كومبليت بيزك جلوميرولار باثولوجي. مش هنخش في اي حاجه ادفانسد خالص، احنا بس هنفهم الفكره ماشيه ازاي. لو بقى عشنا بعد ثلاث فيديوهات دول ان شاء الله ممكن نبقى ناخد بقى مرض مرض ونتكلم عليه بقى بالتفصيل كلينيكال البوينتس اوف فيو بتاعته. طيب احنا هنبدا من الاول خالص خالص. ده ايه؟ ده يورينري سيستم صح كده؟ احنا عندنا كليتين، اثنين يوريتر ويورينري بلادر. بس هل ممكن يبقى المنظر مش كده؟ زي ايه كده يا دكتور ايه؟ حاجه دبل اسمه بيسموه دبل مويتي. دبل مويتي اللي هو الدبل يوريتر والدبل بلفس والكلام ده. بتوع الدبل مويتي دول بيبقى عندهم مشكله ان ممكن يحصل استجنيشن، فممكن يبقى يزيد عندهم الريسك في الستون فورميشن والتي اي. حلو. ايه كمان؟ هورشو كيدني. هورشو كيدني تمام. نفس الكلام، الهورشو كيدني بتبقى عوجه اليوريتر ضغط عليه، فنفس الكلام برضه. احنا ممكن تولد بكليه واحده صح؟ مش كليه واحده، تبقى الثانيه هايبوبلاستيك. هايبوبلاستيك. بس هل في سندروم مثلا ممكن تولد من غير كلى خالص؟ دكتوره سلوى؟ ممكن، بس تبقى انكومباتبل ويز لايف. خلاص هي بتبقى طبعا بيتشخص من اول انتر تراين، بيبقى فيه اوليجو هيدرامينس والكلام من ده، وبيتولد بيبقى انكومباتبل ويز لايف، بيبقى ويذن اورز يعني بيضاي. طيب احنا خلينا كده نفتح الكلى دي ونبص عليها من جوه كده، ده المنظر بتاعها. خلاص تعالى نزوم كده ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. عايزين نعرف الاناتومي بتاع الموضوع عامل ازاي. فهنلاقي من بره مثلا هنا في رينال كبسول، دي الحاجه اللي بتبقى سنسيتيف في الكلى كلها، دي الحاجه اللي بتوجع. لما بنسحب رينال بيوبسي ممكن العين الى حد ما يتالم شويه، الالم بيبقى هنا نتيجه ان احنا بنخرج من رينال كبسول. اتفقنا؟ طب وده ده رينال ارتري صح كده؟ طب بطيء قوي. رينال ارتري، وده الكبير اللي جنبه ده ايه؟ ده رينال فين. حلوه. جوه بقى رينال تيشو بقى، ده بيسموها البيراميد. خلاص وانت عندك عندنا واحد انت بيبقى فيه اكتر من بيراميد. والمعلومه اللي احنا عاملين نسمع عنها بقى فين البابيلا، اللي احنا عاملين نقرا الالترا ساب بابيلاري نيكروزس. هي البابيلا مش باينه، بس البابيلا جوه جوه الحته دي. هي البيراميد دي كلها كلها على بعضها كده خطوط 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 خطوط، عباره عن ايه؟ عن كولكتنج دكت، كولكتنج دكت وتوبيولز. ماشي كده الكلام. وكلهم بيتجمعوا عشان يصبوا في الاخر في ماسوره كبيره قوي اسمها ايه؟ البابيلا. عشان كده فالبابيلا هي ماسوره الصرف الرئيسيه للبيراميد كله. فلو حصل سلافنج للبابيلا او اتسدت او حصل فيها نيكروزس، الفيرست سيمتوم عند العين تبقى ايه؟ انيوريا. لو حصل توتال بابيلاري نيكروز يبقى الفيرست سيمتوم انيوريا. وصلت كده المعلومه دي؟ طب حلوه. في بقى نخش على الكولكتنج سيستم، ده بيسموه ده اسمه ماينور كاليسيس، بيتجمعوا مع بعض كده عشان يعملوا الميجور كاليكس. خلاص. وبعد كده رينال بلفس، وفي الاخر خالص الايه؟ اليوريتر. اتفقنا؟ طيب ده كده البيزك اناتومي خالص بتاع الموضوع. طب احنا لو بصينا صوره ثانيه للاناتومي نفس الكلام، بس هنا بقى يعني توغلنا اكتر عشان نشوف البابيلا. البابيلا هي البوز بتاع الكون. ماشي كده الكلام. انتوا عارفين الكون بتاع الايس كريم اللي مليان من الاخر تحت ده بيبقى جواه ايه؟ شوكولاته. اه الشوكولاته اللي جوه دي بقى هي دي البابيلا، والكون اللي قافل عليها من بره ده اللي مغلفها، ده الماينور كيليكس. فهمتوا يعني حضرتك تخيل الموضوع؟ ايس كريم. حلو قوي. جميله الكدني على فكره، اهم عضو في الجسم هو المخ والكدني، مفيش حاجه ثالثه. اتفقنا؟ فدي كده الايه الرسمه بتاعتها. نفس الكلام برضو، بس هنا الميزه بقى الفرق، الحاجه اللي باينه هنا ان مفرق لنا الكورتكس من المدله. ماشي؟ ان في كورتكس ده اللي بره خلاص، ودي من جوه المدله. حلو؟ طب صوره ثانيه نفس الكلام برضو، الكبسول من بره والرينال ارتري والبيراميدز والبابيلا من جوه خلاص، والماينور كاليسز اللي حواليها وهكذا. هنا بيقارن الصوره الطبيعيه بالصوره الدايجرام، ده الاناتومي الطبيعي اللي هي الجار بتاع الباثولوجي اللي بيبقى موجود في المتاحف بتاعه الباثولوجي بتاعه الكليه. بس هنا الصوره دي اهميتها بس ان هو عايز يجيب لك الفرق ما بين الكورتكس والمدلة. ان الكورتكس بيبقى فاتح كده والمدلة بتبقى لونها غامق بالمنظر ده. والكورتكس ده اللي بيبقى فيه ايه؟ يبقى الكورتكس ده اللي فيه الجلوميرولايت خلاص، بينما المدلة هي اللي فيها الايه؟ هي اللي فيها التبيولز والكولكتيف دكتس. تمام؟ عشان كده لو انا هسحب بايوبسي عايز ابص على كل حاجه، بس مينلي عايز ابص على ايه؟ على الجلوميرولايت. عشان كده بجيب كورتيكال تيشو، بجيب كورتيكال ايه؟ تيشو. طيب لو احنا اتكلمنا شويه على البلاد سبلاي تمام؟ فاحنا عندنا القصه بتبدا من رينال ارتري
بعد كده رينال ارتري ده بيتفرع للسيجمنتال ارتري. السيجمنتال ارتري ده عشان ينطلع فوق وتحت ممكن يكون في واحد او اتنين او اكتر. بعد السيجمنتال بيبقى فيه الانتر لوبر ارتري اللي بيعدي ما بين البيراميدز وبعضها. بعد الانتر لوبرز بيبقى فيه الاركويت ده اللي بيمشي على البيز اوف ذا بيراميد. والاركويت بيطلع انتر لوبيلر ارتري. انتر لوبيلر ده اللي بيمشي في الكورتكس بيمشي ما بين الجلوميرولاي وبعضها عشان يطلع لنا افرنت ارتريول يخش بعد كده يدي جلوميرولس بعد كده يدي افرنت ارتريول. بعد كده بقى يدي البيريتوبال كابيلر والفازا ريكتا والانتر لوبو والانتر لوبيلر فين والاركويت فين والانتر لوبر فين. نفس القصه بس بالعكس. اهميه البلاد سبلاي احنا مش بنقوله كده بس عشان فور فان يعني, احنا بنقول عشان الرسمه دي مهمه جدا جدا جدا. بص الرسمه دي يعني مش عارف هي واضحه بالنسبه لكم ولا لا, ان ده كولكتنج داكت اهو اللي هو الكبير ده كده تمام, والجلوميرولس اهي موجوده ويدوبك اللي نازل منها بس في الـ في الـ في المدله هو الايه اللوب اوف هنلي. هو الايه لوب اوف هنلي. القصه دي مهمه في ايه؟ المهم انت تبقى عارف ان الكورتكس فيه ارتيريال سبلاي واي حركه يمين او شمال في البيوبسي ممكن تقوم ايه شارما ارتري. صوره ثانيه برضو للبلاد سبلاي يمكن اوضح شويه, نفس القصه برضو اللي هو رينال ارتري بيدي سيجمنتال انتر لوبر خلاص اللي بيعدي ما بين الكابيلاريز وما بين البيراميدز وبعضها, وبعد كده الاركود, بعد كده انتر لوبيلا, بعد كده افرنت وجلوميرولس وافرنت بيريتوبلر كابيلاري والفازا ريكتا اللي بتبقى ماشيه حوالين الايه حوالين اللوب اوف هيلي, بعد كده الانتر لوبيلر, بعد كده اركود, بعد كده انتر لوبر, بعد كده رينال بي. طيب طب احنا بقى عايزين نشوف الجلوميرولس بقى نفسها. الجلوميرولس نفسها ده منظرها, ده المنظر بتاعها. الجلوميرولس بتبقى موجوده فوق او بيسموها رينال كورباسل, بتبقى موجوده فوق في الكورتكس وبيبقى بس اللوب اوف هيلي هو اللي نازل منها في القصه ديت. وهنا جايبين الصوره عشان اوريك رينال بابيلا, ان انت كل الايه كل الكولكتنج داكت كولكتنج بتجمع اليورين او الفلتريت من اللي جاي من جميع الجلوميرولاي اللي موجوده في المنطقه ديت عشان نجمع في الاخر في الحته دي وتصبه في البابيلا. هي عامله زي بالظبط زي شركه الصرف الصحي. يعني شركه الصرف الصحي مثلا موجوده في محافظه البحيره في دمنهور بتجمع الصرف بتاع دمنهور كله, بس هتلاقي ليها اجزاء فرعيه موجوده في كل حي وفي الماسوره بتاعت الحي ده, والحي ده بتلاقي فيه مواسير رئيسيه جايه من كل زي ما قلنا كل شارع بيبقى فيه الماسوره الرئيسيه بتاعته بتاعت الصرف. بعد كده بتتوزع على العمارات وكل عماره بيبقى ليها جايه من الدور وكل دور بيبقى فيه الشقه, فنفرن الشقه خد بالك ازاي, وبتبدا بقى تجمع 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 لغايه ما تصب في الماسوره الرئيسيه دي في الاخر تنزل فينا البلفس. دي الصرف بقى الكبير بتاع الرينال ايه بتاع الكولكتنج داكت ده بينزل في الاخر بيبقى اسمه رينال بابيلا تمام. فعشان كده دي لو حصل فيها اسكلروز او نفرو او 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 نيكروزس او سلافنج واتسدد خلاص ما بقاش فيه ده بتاع البابيلاري نيكروز احنا بنسمعها. النفرونز بقى نفسها في منها نوعين. لو حد فيكم قرا المقدمه بتاعت كومبريهنسيف ما اعرفش انتوا قريتوها ولا ما عندناش وقت نخش على الجد على اخر صفحه تمام. فالمقدمه بتاعت كومبريهنسيف بيقول لحضرتك كده ان في نوعين من الجلوميرولاي. في نوع اسمه كورتيكال نفرون وفي نوع تاني اسمه ايه بقى؟ جاكستا ميدالري. ده جاكستا ميدالري جاكستا يعني قريب من المدلري. ففيري فيري رير قوي ان انت تلاقي واحده ولا بتاع ولا اثنين بكتير موجود في المدلري, المفروض ما يبقاش فيه خلاص. فهي دي القصه. فطبعا لو انا سحبت زي ما بيحصل ساعات معانا نسحب بيوبسي يطلع اقول لك ميدالري تيشو هشوف فيها ايه؟ هشوف فيها حاجه, هشوف فيها كولكتنج داكت والتبيوز فاهم. فهي دي النقطه المهمه اللي احنا عايزين. ودي برده رينال بابيلا اهي. بص هي رسمه الكون بقى اهي خد بالك, هي شحته الشوكولاته اهي اتفقنا, وادي اللي حواليها الايه البسكوته اللي حواليها. مفيش يعني احلى من كده تشبيهات. طب ناخد بقى نفرن نفرن نتكلم عليه. شوف احنا يعني بص بنسحف يعني احنا بنسحف بس خد بالكوا يعني هتلاقينا نسحب المرة الجاية هتلاقينا نمشي, المرة التالتة هتلاقينا بنجري. فلازم تبقوا ملاحقين معايا كده القصة ولازم كل حاجة تتذاكر أول بأول كده. طيب ده منظر النفر. دي احنا بنسميها الرينال كورباسل. الرينال كورباسل ديت في الباومنز كبسول, في البروكسيمال كونفوليوتد تبيول واللوب اوف هنلي والديستال كونفوليوتد تبيول والكولكتنج ده دي الأقسام الرئيسية بتاعت الإيه؟ بتاعت النفرون. وفي الأفرنت أرتيريول اللي داخل فيها وفي الآخر الإيه؟ طالع منها الافرنت ارتريول. سواء جمال الصوره دي ان هو جايب لك بيحاول يفهمك الصوره 3 دي عشان احنا دايما انت عشان تفهم الباثولوجي صح لازم تتخيله 3 دي. ما ينفعش المنظر بتاع ثالثه كليه ده اللي بيرسم لنا البتاع كده وحرف الواي ده ما ينفعش.
انت لازم تتخيل ان الكيدني دي كلها 3D بالمنظر ده. طيب لو احنا اخدنا دي بقى وقشطناها كده بالنص عشان نفتحها ونشوف المنظر من جوه عامل ازاي. احنا كده فتحنا الرينال كورباسل نفسها. هنلاقي ايه بقى؟ نقط مهمه قوي قوي قوي. هي طبعا معكوسه يعني ده القفل من تحت والقفل مش هتفرق كتير. لكن هنا بيتفرع للجلوميرولار كابيلاري خلاص؟ والجلوميرولار كابيلاري حوالين الخلايا الحلزونيه الاخطبوطيه الشكل دي اللي بيسموها ايه؟ بودوسايت. بودو يعني ايه؟ رجلين، وسايت يعني خلايا، فهي الخليه ذات الايه؟ ذات الارجل، فهي شبه الاخطبوط كده بالمنظر ده. فبيبقى ليها برايمري بروسس، دي اللي انتم شايفينها بعينيكم دي برايمري بروسس، وبيبقى فيه كمان بروسس صغيره اصغر اسمها سكند بروسس، وكلها بتلزق تعشق في بعض عاشق ومعشوق كده بالمنظر ده. اتفقنا؟ وبيبقى حواليها اليورينري سبيس او الباومنز كبسول اليومن. بس انت لازم تبقى فاهم ليه احنا ممكن نسمي الحاجه باسامي ثانيه. يعني احنا البرايتال سيلز سوري البودوسايتس ليها اسم تاني اللي هي بيسموها ابيثيليال سيلز، هو الاسم الاصح بتاعها فيسترال ابيثيليال سيلز. هي القصه حصلت ازاي؟ عشان تفهم المنظر لازم تبص على الصوره دي تاني. هي كانت كوره، كانت كوره مقفوله الباومنز كبسول ده، كانت كوره مقفوله وجت الجلوميرولس راحت داخله جواها كده. خدت بالك حصل ايه؟ دخلت جواها كده، فبالتالي اتكون عندي طبقتين من الابيثيليوم. اتكون عندي طبقتين من الابيثيليوم، الطبقه دي والطبقه اللي دخلت عشقت حوالين الكابيلاريز. فاهمين القصه؟ نفس قصه اللانج والبلورا. فعشان كده تلاقي البلورا ليها طبقتين، بارايتال وفيسرال. نفس الكلام هنا، عشان كده ده هتلاقينا بنسميه ايه؟ بارايتال ابيثيليوم، وده يبقى اسمه ايه؟ فيسرال ابيثيليوم، او الاسم الاصح بتاعه اللي هو الايه؟ البودو سايت. سهله كده اللعبه دي. طيب جمال الرسمه دي كمان بيفهمك ان الكدني ان النفرون مش مفروض، النفرون بيبقى لف حوالين بعض. يعني نفس النفرون دي الديستال تبيولز بتاعتها ايه؟ الديستال تبيول بتبقى جايه كده بالمنظر ده عشان تكون لنا الجاكستا جلوميرولار اباريتس. وده طبعا لو احنا يعني ربنا اراد وشرحنا مع بعض الدايريتكس هنتكلم على القصه بتاعت الجاكستا جلوميرولار اباريتس. طيب عشان نبين المنظر اكثر واقعيه بنبص على المنظر ده الكترون مايكروسكوبي و 3 دي ريكونستراكشن. مبين لنا هنا المنظر احنا شفناه من شويه بس 3 دي. ادي الخلايا البرتقاني ده الجسم بتاع البودوسايتس، والحتت البينك ديت دي الايه؟ ده الفود بروسس بتاعتها. لو انتوا خدتوا بالكم ان في برايمري فود بروس، في سكندري حاجات صغيره في النص طالعه تمام ومع الشقة كلها في بعض، تبقى بالنسبه لنا بقى الخلايا الخضراء دي ايه يا دكتوره ساره؟ برايتال ابيثيليوم. والمسافه اللي موجوده دي ده اليورينري سبيس، ده اليورينري سبيس. وصلنا كده للقصه. طيب نفس الصوره تاني، منظور مختلف شويه، نفس الصوره بالظبط. ده برده كابيلاري لوب وحواليه لافف الايه؟ لافف البرايتال سيلز سوري الفيسرال سيلز او البودوسايتس. وادي البرايمري فود بروسس بتاعتها، وادي الصغيره دي السكندري فود بروسس. سهله اللعبه دي؟ طب حلوه، يلا بينا نبص على المنظر ده. احنا لو اخذنا المنظر خلاص، ادي الباومنز كبسول وادي البرايتال ابيثيليال سيلز، مهم قوي نعرف الاسامي خلاص، وادي البودوسايتس اللي احنا اخذناها وكبرناها هنا بالمنظر ده عشان نوريك الايه؟ المنظر بتاع البرايمري فود بروسس اللي هي دي، والسكندري الصغيره دي موجوده. المسافات الصغيره قوي 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 اللي ما بينهم بيسموها فلتريشن سلتس. المسافات الصغيره قوي بيسموها فلتريشن سلتس. ولو احنا شلنا البودوسايتس المفروض يعني نلاقي تحتيها الايه؟ الكابيلاري بتاع الجلوميرولس. الكابيلاري بتاع الجلوميرولس بيتميز ان هو فينستريتد مخرم مهوي، واللي في النص دي بيسموها بورز او فينستري. اتفقنا؟ فتحات الاندوثيليال ما بينهم وبين بعضه في مسافات. طب حلو، هل بس كده؟ يعني الموضوع مجرد بودوسايت وتحتيه اندوثيليوم؟ لا، في طبقه كمان زياده. ايه بقى الطبقه الزياده دي؟ ان انت لما بتبص بتلاقي البودوسايت بالمنظر ده، وادي الاندوثيليوم المخرم اهو، وما بينهم في طبقه كمان اسمها ايه؟ اسمها الجلوميرولار بيزمنت ممبرين. يبقى في طبقه زياده في النص اللي هي سميناها ايه؟ جلوميرولار بيزمنت ممبرين، اللي احنا هنتفق بقى مع بعض دلوقتي. احنا هنحاول ناخد الدكتور عادل كان بيقول كده، بتوع النيفرولوجي بيحبوا الاختصارات قوي. فاكرين؟ جي بي ام، شكرا. جي بي ام. فاهم؟ لو احنا بصينا منظر تاني
نفس الكلام بقى تبقى الخلايا دي ايه يا دكتوره شيماء؟ شكرا حلو. وتبقى دي البودوسايتس ويبقى المسافات الحمراء اللي ما بينها دي ايه؟ سلتس. ويبقى الازرق ده ايه؟ جي بي ام. والمخرم ده ايه؟ الفينستريشن بتاعت الانجليزي. جميل كده الكلام. طب احنا هناخد مقطع بقى بده كده ونبص عليه ماشي. هنلاقي ان الخلايا الحمراء الكبيره دي اللي منقطه هنا دي ده يبقى الايه؟ اندوثيليوم. والخط الاسود اللي ماشي كده كونتينوس ده ايه؟ الجي بي ام. والخليه الكبيره المنقطه دي ليه بقى مهم قوي ده؟ لان ده المنظر احنا بنشوفه تحت الالكترومايكروسكوب، ما بنشوفش بقى 3 دي ريكونستراكشن الجميل اللي احنا مفيش الكلام ده، بنشوف المنظر ده. اتفقنا؟ ده المنظر تحت الالكترومايكروسكوب واحنا هحاول بقدر الامكان انا اوريكم صور كتير قوي. اتفقنا؟ فلو احنا كده بصينا نفس المنظر اللي فات بالظبط تبقى الخليه دي يا ساره؟ ده الاندوثيليوم. وتبقى ايه ده اللي مقطع ده؟ ده الفينستريشن. تمام. ويبقى حنان ايه ده؟ ده الجي بي ام. بس دايما بتلاقيه في حاجه مريبه قوي، هو ماشي واخد الكابيلاري كله ما عدا من ناحيه واحده ماشي، هنعرف ليه كمان شويه. وده اللي مقطع ده ايه؟ البودوسايت. ده منظر نورمال تحت الميكروسكوب. احنا بقى هناخد الحته دي كده ونكبرها جميل عشان نشوف الاسهم دي. الاسهم دي ايه؟ دي الفينستريشن. ده فينستريشن سلتس. ده الفلتريشن سلتس. فلتريشن سلتس دي البودوسايت، دي الرجوله اهي خلاص. فاحنا هنلاقي مثلا الفلتريشن سلت ده المسافات ما بينه من 30 ل 40 نانومتر ماشي. وهنلاقي السهم اللي تحت ده بتاع الايه؟ بتاع الفينستريشن. المسافات هنا من 50 ل 100 يعني اكبر من هنا. حلو. طب السؤال بقى الالبومين كام؟ 70. ايه ده 70 دالتون؟ اه ده كام نانومتر؟ ده حاجه غير حاجه، غير بتقيس المولكيولار ويت غير لما بتقيس السايز. تمام. هو الالبومين جاست يا دوبك هو تحت ال 40، تحت ال 40 نانومتر يعني المفروض معدي. طب وهل هو بيعدي؟ ما بيعديش ليه؟ عشان التشارج اللي موجوده في الجلوميرولار بيزم في الجي بي ام. بس هنا الجي بي ام في حاجه مريبه شويه، هو مش خط بقى، لا ده ثلاث خطوط، في خط ابيض خط اسود وخط ابيض. عشان كده بقى ياه كان زمان ايام الهيستولوجي الجي بي ام في ثلاث طبقات، واحده لامينا دنسا ساندويتش باي طبقتين لامينا راره. ففي طبقتين راره وفي الطبقه ايه؟ دنسا. فحتى بيسموها رارا انترنا ورارا اكسترنا. انترنا دي اللي قريبه من الايه؟ من الاندوثيليوم، واكسترنا دي اللي بره. السؤال بقى هنا دي فينستريشن فاتحه، الفلتريشن سليت دي هل دي فاضيه؟ لا خالص. احنا لو بصينا على سليت دي كده ده في حاجات كتيره قوي معديه، ده سلوك كهرباء فندم، ده في حاجات كتيره قوي. انا يهمني منهم المولكيول ده اسمه نفرين مولكيول. في طبعا حاجات كتيره نفرين، وفي السي دي 2 اي بي، وفي البودوسين، وفي الاكتين فيلمنتس عشان هي البودوسايز بتتحرك شويه. بس انا يهمني قوي النفرين مولكيول ده، السلكه اللي واصله ما بين التو فود بروسس وبعضهم. اتفقنا؟ ده مهم جدا بالنسبه لي، لان انا لو سالت مثلا سؤال لايه قلت لك لو النفرين مولكيول ده اتضرب الرجل تفك، انت واقف كده ورجليك الاثنين ملزقين ببعض بالنفرين مولكيول، او وحاضن حضرتك الكابيلاري خد بالك ايديك ورجليك، اول ما النفرين مولكيول يتساب او يبوظ تلاقي الرجل راح تفك كده، فتلاقي الفلتريشن سليت حصل له ايه؟ بس. طب حلو. هنا بقى الرسمه دي احنا جايبينها عشان نقول نفس الرسمه خد بالك، بس عشان نشوف نوع ثالث من الخلايا. احنا قلنا بودوسايت واندوثيليوم وفرايتال ابيثيليال سيلز، في بقى نوع اخير من الخلايا ديت وهو الخلايا اللي بتلزق الكابيلاري لوب ببعضها، اللي هي الخلايا الزرقاء دي اللي بنسميها الميزانجيال سيلز. فهو هنرجع بقى لنظريه البرتقانه. ايه نظريه البرتقانه؟ هو لحقيقة ان اشطر حاجه يعني شبه الجلوميرولس عشان تتخيلها 3 دي هي البرتقانه. البرتقانه طبقه البرتقانه من بره القشره بتاعت البرتقانه هي دي البارايتال ايبيثيليال سيلز قشرناها. حلو؟
هنلاقي الفصوص على طول ولا نلاقي فيها شعر كده فايبرز؟ الفايبرز دي هي البودوسايتس. ماشي، شلنا البودوسايتس طلعنا فصوص البرتقال. هتفصص البرتقال من بعدها هتلاقي فيه زعزوع في النص كده، ادي الميزانجيال سيلز اللي رابطه الكابيلاري ايه ببعضها. طبعا الميزانجيال سيلز ليها دور مهم جدا في بقى في الـ هي ككونكتيف تيشو سيلز بتعمل سبورت، وليها فيها مايوسايتس بتعمل كونتراكشن والكلام من ده والى اخره. اتفقنا؟ طيب يبقى دي البرايتال ابيثيليال ودي البودوسايتس، خلاص. وادي الاندوثيليوم اهو فينستريتد، وادي الخلايا الزرقاء اللي لازقه القصه دي بعضها هي الايه الميزانجيال سيلز، وحواليها ميزانجيال ماتريكس. فده المنظر بتاع ده. منظر تاني دي نفس الكلام، الخلايا الزرقاء دي تبقى ايه بودوسايتس، والخط الاخضر اللي ماشي كونتينوس ده ايه جي بي ام. لو انت دايما خدت بالك هتلاقي دايما الجي بي ام خلاص ما بيبقاش واصل ناحيه الميزانجيا، هو بيبقى قافل الميزانجيا كده بالكابيريا اللي من حواليه، يعني الحته اللي فيها ميزانجيا الماتريكس او ميزانجيا السيلز ما فيهاش جي بي ام. وكمان بتبقى دايما النيوكليوس بتاعه الاندوثيليوم باصه ناحيه الميزانجيا الايه الميزانجيا الماتريكس، عشان تديني مساحه اكتر في الفينستريشن الناحيه الثانيه، خلاص، عشان ازود الفلتريشن سبيس. حلوه. ايه كمان هنا الصوره دي بقى؟ خلاص يعني احنا عرفنا بقى التركيب النهائي للموضوع، وادي الكابيلاري لوب اهو، وادي الفينستريتد اندوثيليوم بالمنظر ده، وادي الايه البيزال لامينا او الجي بي ام، خلاص، وحواليه الايه الفود بروسيس بتاعه البودوسايتس، وفي النص فيه الفينستريشن سليتس اللي حواليه. فالصوره دي مهمه جدا 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 كده. احنا فهمنا الشكل عامل ازاي. احنا بقى لما نيجي نرسمه كروبي كده عشان نلخص على نفسنا، عشان الرسمه دي اللي هتستمر معانا بقى ايه طول الثلاث مرات. ده بالنسبه لي دي رسمه كده كروكي احنا اللي رسمينها، عشان يبقى ده الباومنز كبسول، وادي الفري سبيس اهوت المفروض الحته دي، وادي البودوسايتس، وادي الجي بي ام، وادي الايه الجلوميرولار كابيلاري، وادي الميزانجيال سيل الناحيه الثانيه. حلو. فانا لو حبيت مثلا اقول ان عندي ديجري اوف انجري ولكنها مينيمال ديجري اوف جلوميرولار انج، بدات الجلوميرولايت تتاثر. طب اتاثرت حصل فيها ايه؟ كل اللي حصل ان النيجاتيف تشارج راحت. هل في اي ستراكشرال ابنورماليتي؟ لا. هل الفود بروسيس فكت من بعضها؟ لا. مفيش اي حاجه حصلت. نيجاتيف تشارج بس باظت. المريض يجي له ايه؟ المريض يجي له ايه؟ لا. قلبي منوري. البومنوريا بيسموها سيلكتيف بروتينوريا او البومنوريا. ليه؟ لان الالبوم ده هو اصغر بروتين في الحجم في البلازما، بروتين الجلوبلين والاميونوجلوبلين والحاجات دي اكبر، والفايبرينوجين والحاجات دي كبيره جدا مش هتعدي. انما احنا قلنا يا دوبك الفلتريشن ستيت، يا دوبك تعدي الايه الالبوم. فاو مع اول ديجري اوف انجري يحصل ايه؟ الالبوم بس هو اللي يقعد. اتفقنا؟ طب زودنا الديجري اوف انجري شويه، زودنا الديجري اوف انجري شويه بحيث ان احنا بدانا نبوظ شويه الفتحات، خلاص الفتحات بدات توسع شويه، مش كلها بس بعضها بدا يفتح. فهنبدا نلاقي ايه؟ ان مش بس الالبوم بقى بيقع، لا بقى فيه بروتونوريا كمان، بس البروتونوريا دي للاغلب بتبقى سب نيفروتيك رينج. اتفقنا؟ وهنفهم يعني ايه سب نيفروتيك دلوقتي. بس هي الحقيقه يعني من الكلينيكال براكتس ان اغلب البروتينوريا اللي بتبقى صاب نيفروتيك بتبقى ايه؟ بتبقى تيوبلر مش جلوميرولر، بيبقى مش سببها ان الجلوميرولر حصل فيها مشكله، بتبقى التيبيولز نفسها اللي اتخرمت او ملتهبه او انفليمد زي حالات الاي انترستيشال نيفرايتس. طيب لو الديجري في انجي باظ اكتر، فتحات بقى وسعت كده تمام، الفلتريشن سليتس ما بقاش موجود خالص، بقى الدنيا سالكه، كله بقى يقع بالك. بس ايه؟ هيبدا عشان اقول عليه ان هو حصل نيفروتيك سندروم، عشان اقول ان حصل نيفروتيك سندروم لازم تتوفر فيه العوامل دي. نيفروتيك سندروم لازم البروتونيه تبقى اكتر من 3.5 جرام بير دي. خد بالك انت عشان تشوف 3.5 جرام بير دي، ده المريض عمل فلتريشن لكميات مهوله من البروتين. طب الباقي راح فين؟ حصل له ديجريديشن في التبيول، التبيول بيتكسر. الكلام ده كنا قلناه في محاضرات الدارس تمام. فاللي اتفضل من التبيول هو اللي انت بقيت بتشوفه، فمع كميه كبيره جدا.
لدرجه ان الكميه اللي نزلت دي كلها هتبدا تعمل لي هايبو بروتينيميا او هايبو البومينيميا، فيبدا يحصل جنرالايزد اديما وهايبر ليبيديميا وليبيدوريا وهايبر كوجلابيتي، احنا هنتكلم عنها بالتفصيل. طب الديجري في انجي زادت اكتر، ما بقاش الموضوع مقتصر على الفلتريشن سلاتس، لا ده قصه طالت خلايا تانية. الخرم اللي في الحيطه بقى كبيره، فان المفروض الخرم ايه؟ فينستريشن وراء ايه؟ جي بي ام وراء ايه؟ بودوسايت. ماشي كده الكلام؟ بودوسايت لما بتبوظ يحصل المنظر ده، انما لا هنا الموضوع بقى فيه انفلاماتوري بروسس والنيوتروفيلز دخلت كسرت والدنيا جرافات بقى، جرافات دخلت عماله تخرم في الحيطه. هنا الموضوع ما بقاش بيعدي بروتين بس، لا ده في حاجات اكبر بقى بتعدي ار بي سيز. فهنا ساعتها بنسمي القصه دي نيفريتك سندروم. بيبقى طبعا العلامه المميزه فيها جدا هي اللي ايه؟ هي الهيماتوريا. خلاص؟ بس الهيماتوريا ما بتبقاش يعني هيماتوريا عاديه، لا ده هو اهم جمله اللي هي الايه؟ ريبلا سيل كاست، وبيبقى معاها طبعا بروتونوريا ممكن تكون هيفي او نون هيفي، هايبرتنشن وليجوريا وازوتيميا. اعتقد الدكتور غريب خلاص بقى يعني فاهمين يعني ايه الفرق ما بين ازوتيميا والقصه دي. لا ده هنا القصه زادت اكتر. الديجري اوف انجري بقت عظيمه. لدرجه ان الخلايا ما بقتش مستحمله. والخلايا بترد على الانفلاميشن بايه؟ ببروليفريشن. الخلايا بترد على الانفلاميشن ببروليفريشن. بس ايه الخلايا اللي هتبدا تعمل بروليفريشن هنا؟ الخلايا دي. بارايتليبيثيليال سيلز. بارايتليبيثيليال سيلز. هنا دكتور القصه بتبقى مقلقه للغايه. هنا الكدني از اون فاير. هنا ده اللي بنسميه الايه؟ الار بي جي ان. او الكريسنت جلوميرولونيفريتس او الرابيد بروجريسيف رينال فيلير. هنا تبقى فيها كريسنت اكتر من 50% وفي فايبرنت ديبوزيشن والدنيا جوين تو بي كرونيك لو انت ما اتدخلتش بسرعه جدا. فالحق يا عيان احنا شاكين ان هو ايه؟ ار بي ايه؟ نزله اهبده بلصاتك يلا ماشي. تلاقي بقى مين بيتصل والاستشاري بيلحق بيطمن وبتاع ومين الحق عملته مع الراجل الكلام ده. لان احنا الحقيقه لو سيبنا القصه كده فايبروزس وسكلروز توصل لكرونيك جي ان. سهله كده اللعبه. طيب فاحنا نفس الكلام ديجري اوف جلوميرولار انجي احنا جمعناها في نفس الكلام ده تاني اللي هو ايه؟ سيلكتيف الالبومينوريا والسب نيفروتيك رينج بروتينوريا والنيفروتيك سندروم والمايكروسكوبك. فيه طبعا الناس بتجيب هيماتوريا بس ما فيش اي حاجه ثانيه غير هيماتوريا، وفي النيفريتيك سندروم والار بي جي ان والكرونيك جي ان. انا ليه جمعتهم كلهم في سلايد واحده؟ لان انا الحقيقه يعني زمان قوي وانا طالب كنت متخيل ده مرض وده مرض، وكنت بستغرب قوي لما الاقي كومباينيشن. يعني ليه الام بي جي ان يجي نفرتك نفروتك؟ ايه علاقه ده بده؟ هو مش ده حاجه وده حاجه؟ لا هو نفس الباثولوجي في نفس المكان. لو الديجري اوف انجري زادت زودت فتحاتك خلاص خرامك وسعت الار بي سي هتعدي. تمام؟ طيب تعالى بقى خلاص احنا نقول بقى الكلمتين بتوعنا عشان نمشي بعد المقدمه الطويله قوي دي. نيفروتيك سندروم بتبدا بايه؟ ببروتينوريا. ببروتينوريا والمنظر الجميل ده الهيبي بروتينوريا ده. خلاص ايه المميز في الصوره دي يا سارة؟ الرغاوي. الرغاوي فومي ايه؟ فومي يورين بالظبط كده. فبيبقى فيه بروتينوريا طبعا نتيجه دي رينجمنت، بس خد بالك مش انجري، دي رينجمنت ترتيب باظ اوف ذا جلوميرولار كابيلاري. فزادت البرميابيليتي، النفاذيه زادت، فالالبوم والبروتين بدا يعدي اكتر. ماشي؟ ودي طبعا بتتعرف ازاي؟ بالديبستيك. خلاص يعني الموضوع سهل وبسيط وما فيهوش مشكله. طيب الهيفي بروتينوريا الجامده قوي دي اللي هي قلنا هتبقى اكتر من 3.5 جرام بير دي، ده هيؤدي لحدوث الشيء الثاني وهو هايبو بروتينيميا. انت عمال بتاخد خدت من الايه؟ من التل يختل، صح كده؟ ولكن الموضوع بيبقى مور سيفير لو كان المريض ماله؟ هيباتيك. وبعدين انت هنا بتفقد جميع انواع البروتينز بقى، كل البروتينات اللي موجوده بتنزل بجميع احجامها لان الفتحات بقت ما شاء الله كبيره. اتفقنا؟ فالقصه اللي هتخلي البروتين يقع دي هتخلي المريض يحصل له ايه؟ اديما. جنراليزد اديما. صح كده؟ ليه؟ لان الانكوتيك بريشر جوه الكابيلاري او جوه الفيسلز قل. كل الكلام ده متفسر صح؟ طب ايه اللي هيعمل دي؟ هو انت بتوقع لي قلب من صح؟ بتوقع لي بروتين. طب وانا مين مسؤوليتي انه يصنع الكلام ده؟
ليفر. المشكلة ان الليفر ما عندوش سبيسيفيستي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما اقدرش اروح والنبي صنع لي البومين بس، لا طب والنبي صنع لي جلوبين، لا لا انا بشرح لك كل حاجه كله. طب وانت ليفر بتعمل ايه تاني؟ انا بصنع كلوتينج فاكتور، خد بالك ازاي، وبصنع انتي كلوتينج فاكتور، وبصنع لايبو بروتينز وليبيدز، فكله بقى بيزيد. فبالتالي طبعا بيحصل ايه؟ بيحصل ان هايبو البومينيا بتريجر السنسز اوف لايبو بروتين، الفي ال دي ال والال دي ال والحاجات الجميله بتاعت البايو كيمستري. تمام. طيب يعني معنى كده ان بقى الدم فيه بروتين قليل ودهون كتير، فزي ما البروتين بيقع في اليورين الدهون هي كمان هتقع في اليورين، ويبدا يتكون الايه؟ الليبيدوريا والفاتي كاست. واعتقد ان احنا خلاص عرفنا يعني ايه كاست، صح؟ كاست يعني خلايا واخده شكل التبيول، كاست قالب، والقالب ايه؟ غالب، واخد بالك؟ فهي عشان في خلايا كتير قوي 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 نازله فكلها بتتحشر في التبيول مره واحده مع الوقت اللي احنا بنعمل فيه ري ابزوربشن للميه. واخد بالك؟ احنا عاملين نشفط ميه عشان نعمل كونسنتريشن لليورين، فالخلايا تتجمع مع بعض وتقوم عامله قالب جوه الايه؟ جوه التبيول، واخده شكله. ماشي كده الكلام؟ وعماله تتزق 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 فتنزل في الكوليكتنج داكت بنفس شكل التبيول. واخده المنظر ده. فاي حاجه واخده المنظر ده بنقول عليها كاست. ممكن بقى تبقى فاتي كاست لو دي دهون، ممكن تبقى ريد بلاسيل كاست، واكسي كاست، جرانيولار كاست، وهكذا. فهي فيش السيركل. هل انا لازم اوقف الموضوع ده؟ ده بيعمل ده، ده بيعمل ده، ده بيعمل ده، في الاخر هنفضل ايه؟ ماشيين في القصه دي طول الايه؟ طول ما احنا شغالين. ده في حالات ان المريض معاه نيفروتيك. طب لو المريض معاه ماكروسكوبيك هيماتوريا، يعني المشكله كلها ان المريض بيجيب ريد يورين احمر كده بالمنظر ده. فريد براون يورين اللي هو بيسموه كولا كارال يورين او تي كالر يورين، السموكي يورين بتاعنا ده، ده تيبيكالي كوينسايد ويز انتر كارنت انفكشن. افتكروا بس الجمله دي، ان ليها علاقه بالانفكشن. واول ما تفتكر ان المريض عنده اي سيمتوماتيك هيماتوريا لازم ده يخطر في دماغك، لازم يخطر في دماغك. دي ده الموست كومن برزنتيشن بتاعه. تمام. طيب ده كان البروتينوريا او النفروتيك سندروم والماكروسكوبيك هيماتوريا البرزنتيشن التاني اللي يجي النفروتيك سندروم. طب نفروتيك سندروم، اول كلمه في النفروتيك سندروم، ايه اللي خلى الريد بلاد سيلز تقع؟ ان حصل سيفير انفلاميشن. طب وايه اللي عمل سيفير انفلاميشن؟ اندو كابيلاري هايبر سيلولاريتي او اندو كابيلاري بروليفريشن. الكلمه دي هتقراها كتير قوي في عينات الباثولوجي، عينات البيوبسي. اندو كابيلاري هايبر سيلولاريتي، اندو كابيلاري بروليفريشن. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ده النورمال، ادي اندوثيليال سيلز جي بي ام وايه بارايتا سوري وبودوسايت، ودي البني دي ايه؟ ميزانجيال سيلز. اندوكابيلاري بروليفريشن يعني حصل بروليفريشن في الخلايا اللي تقدر تعمل بروليفريشن، اللي هم مين؟ اللي هو الاندوثيليوم والميزانجيال سيلز. وهو اندوكابيلاري عشان غالبا الاندوثيليوم، ودايما بتلاقي كمان الكابيلاري محشور جوه الخلايا الكبيره دي. ايه الخلايا الثلاثه النيوكليوس دي؟ ايوه دي البوليمورف نيوكليار سيلز اللي هي نيوتروفيلز. نيوتروفيلز فنيوتروفيليك انفلتريشن هو ده اللي لان النيوتروفيلز بتطلع جروس فاكتورز من ضمن السيتوكاينز اللي بتطلعها كانفلاماتوري بروس، بتطلع جروس فاكتورز. فالجروس فاكتورز دي هي اللي بتبروموت عمليه الايه؟ البروليفريشن بتاعت الخلايا. ففهمنا كده يعني ايه اندوكابيلاري بروليفريشن، وبقى الانفلاماتوري بروسس اللي هتطلع والانفلاماتوري رياكشنز والانفلاماتوري ميديتورز اللي بتطلع من الخلايا دي هي اللي بتعمل في الاخر الايه؟ الانجري في الجي بي ام والانجري في الاندوثيليوم. خلاص فتبدا في الاخر يحصل معاها هيباتوريا. طيب ف اندوكابيلاري بروليفريشن يؤدي الى ليكوسيتيك انفلتريشن بالبوليمورف نيوكليار سيلز، فيحصل ايه؟ انفلاميشن جوه الجلوميرولوس، عشان كده احنا بنسميها جلوميرولو نفرايتس ايتس. ماشي. طب حلو، فيحصل انفلاميشن في الكابيلاري وول وانجري، فده يعمل بريميتنج ان الار بي سيز تبدا تهرب من الحته دي. والار بي سيز لما تنزل في اليورين احنا بقى بنسميها ايه ما بيننا وبين بعضنا؟ ماشي، مش اي هيماتوريا، ديسمورفيك هيماتوريا. يعني ايه بقى ديسمورفيك يا دكتوره؟
يعني مهما كانت الفتحة اللي انت فتحها بالجرار بتاعك، الفتحة دي عمرها ما هتعدي الار بي سيز الكبيرة قوي. فتلاقي الار بي سيز وهي ماشية عمالة ايه تحشر نفسها مين وشمال، فيبدأ شكلها يتغير. فدي معنى كلمة ديس مورفيزم، ان الار بي سيز ما بقتش بشكلها الطبيعي. فعشان كده مثلا ده دي ار بي سي شكلها طبيعيه اللي هي الباي كونكيف الجميله بتاع الحلوه، انما دي واحده متفعصه، دي متفعصه، دي متداس عليها، دي متفع، كل دي ريبرسنت. فشكلهم متغير. ايه اللي غير شكلهم؟ ان هم حاولوا ينزلوا من حته ضيقه قوي. وصلت كده الرساله دي؟ طيب والعلامه الاميز بقى الار بي سي كاست، اهو عرفنا يعني ايه كاست، يعني قالب. ماشي، بس انا القالب فيه ايه؟ كل الخلايا اللي جوه دي ريبلاسل. فالار بي سي كاست ده باثوجنومونيك للنفريتك سندروم او للجلوميرولار هيماتوري. اتفقنا كده؟ ليه؟ لمنتهى البساطه ممكن بني ادم ينزل دم من اي حته. يعني ممكن يكون عنده بليدنج تندنسي، ده ما يتقالش عليه نفريتك سندروم. ممكن يكون عنده ستون، ممكن يكون عنده مالجنسي. كل دي حاجات بعد الجلوميرولاي. فالار بي سيز مش هتتفعص. وصل لكم كده؟ فهتنزل بشكلها الطبيعي. طب النقطه اللي بعد كده ان يبدا يحصل ميزانجيال سيلاريتي، مش في انفلاميشن وفي بروليفريشن وفي جروث فاكتورز عماله بتطلع. طب ما انا كمان ماليش حق، ميزانجيال سيلز تكبر ويحصل لها بروليفريشن زي ما حصل هنا. مش بس الميزانجيال سيل، الماتريكس بتاعها كمان يبدا يزيد 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 الحجم، وتلاقي بدا عمل انفيجن كده بالمنظر ده، تك 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 عمال مش عارف مش لاقي مساحه ورا، فيبدا يخش ما بين الفصوص وبعضها. خد بالك ازاي؟ ما بين الفصوص وبعضها. فيحصل المنظر ده ان اليومن بتاع الكابيلري بقى ضيق. طب ايه المشكله يا ساره لما اليومن يضيق؟ كميه الدم اللي هتعدى فيه تبقى ايه؟ يا نهار اسود، جي فار يحصل له ايه؟ يقل. ما انت معدي دم اقل، فاليوريا والكرياتين يحصل لهم ايه؟ يعلو. دي الازوتيميا. بس الجي فار قليل، فالمريض اليورين او البوب بتاعه هيقل، فيبدا المريض يورم. فخد بالك الورم هنا مختلف عن الورم اللي هناك. هو الورم اللي هناك بدا ليه؟ بدا عشان انكوتك بريشر بقى قليل، مفيش حاجه تمسك الميه، الميه بتهرب. فدي بيسموها اندر فيل ثيوري، ان الفيسل بقت فاضيه. هنا لا، هنا حضرتك احنا مش عارفين ننزل يورين، فالبلاد فوليوم بقى بينضح على الحواليه. خد بالك من القصه دي، اوفر فيل ثيوري، اوفر فيل ثيوري. خد بالك ممكن النيفروتيك سندروم كمان تقلب من اندر فيل اوفر فيل، هقول ازاي دلوقتي. طيب فهنا حصل اوليجوريا وذ فلويد ريتينشن اند ازوتيميا. فاخطر حاجه في عيادة النيفروتيك سندروم ده اللي لازم اركز قوي انا بمر عليه كل يوم، ان انا احط السماعه واسمع ايه صدره لايكركر، ما بيجيبش بول، والبلاد فوليوم عنده عالي وعنده فلويد ريتنشن، فهي دي بتبقى اخطر حاجه فيه، بيخش في فوليوم اوفرلود. اتفقنا؟ فعشان كده طبعا المرضى دول بيبقى عندهم ايه؟ هايبرتنشن. والهايبرتنشن عنده سببين الحقيقه. اول سبب القصه دي الاوفر فيل. تاني سبب ان الجي اف ار اخباره ايه؟ مين هيحس القصه دي؟ ماكلا دنس. يا نهار اسود، الماكرودنس هتفسر الكلام ده على انه ايه؟ هي الماكرودنس ما يهمهاش اي عضو في الجسم غير الكدني. اول ما جي فار يقل تقول لك الحق، ده المريض ده في شك. في شك ايه حضرتك؟ احنا مش عارفين ندخل الدم جوه الكدني. انا ماليش دعوه، انا ما عنديش سنسور تاني غير جوه الكدني. انا السنسور بتاعي بيقول لي ان كميه دم قليله. دم قليله صار يعني عامل ايه؟ طلع علينا بقى رينين وانجيوتنسين والدوستيرون وبتاع تاني. ده العام وارم وضغطه عالي. هنزود القصه اكتر واكتر. حد فاهم حاجه؟ طب كويس. فالهايبرتنشن ريزلت فروم فلويد ريتنشن اند رينين ريليز فروم ساتش ان اسكيميك كيدني. ماشي؟ احنا كده خدنا كام برزنتيشن؟ نفروتيك، ماكروسكوبيك هيماتوريا، نفريتيك. نخش على ده. يا نهار اسود، ايه اللي بيولع؟ ار بي جي ان. احنا قلنا كيدني از اون فاير، كيدني بتولع حرفيا. ما تلحق ما تلحقش.
واحنا قلنا ان في الار بي جي ان شكل الجلوميرولار باثولوجي هيبقى ايه؟ كريسنت. ايه بقى الكريسنت ده اللي فيه بروليفيريشن في انهي خلايا؟ برايتال ابيثيليوسيس. ده كدني جميله جميله نورمال هي زي الفل. طب ايه اللي حصل في الجمال ده كله؟ اهو الجرافات دخلت اتكسرت، الميزانجيوم بدات الجي بي ام اتقطع، حصل فيه ديسكونتينيوتي يعني الحيطه الاساسيه لب الحيطه نفسها اتكسر، فالمسافات بقت كبيره لدرجه ان مش الار بي سيز اللي عدت، ده الوايت بلاد سيلز. يا نهار اسود، الوايت بلاد سيلز اللي كانت قاعده جوه الكابيلاري هنا تعمل لك اندوكابيلاري بروليفريشن طلعت بره في اليورينري سبيس، هتطلع نفس اللي كانت بتطلعه، فايبروبلاست بلوت فاكتور وفايبرين وبتاع والدنيا زيطه على الاخر. بص الفرق الحجم بين الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز، واخدين بالك فرق؟ الدنيا بقى باظت خالص، مساحات بقت على وسعه، فمش لاقي قدامها خلايا يا عيني غير الخلايا اللي نايمه على الوول دي اللي هي كان اسمها ايه دكتوره ايه؟ برايتال ابيثيليال سيلز. فالجروث فاكتورز اللي طلعت دي تبدا تعمل بروليفريشن في البرايتال سيلز من اول هنا كده، ادي ثلاث طبقات اهو، يبدا يزيد 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 بالمنظر ده، وليه سموه كريسنت؟ شكل الهلال اهو، ده رمضان قريب يعني، صوم طيبين ماشي. فيحصل انجري للكابيلاري وول لي تو سكيب اوف بلازما بروتين فايبرين اند انفلاماتوري سيلز تو تامنز كبسول، ده في الاخر يؤدي الى بروليفريشن البرايتال سيلز وذ انفلتريشن اوف ماكروفاج اند انترستيشال فايبروبلاست. الزرقاء دي، ودي مشكله كبيره، ان انا لو سبته ده كده اسمه سيلر كريسنت، بس في فايبروبلاست موجوده هتقلبه من سيلر الى فايبروسيلر وفي النهايه يقلب الى فايبروس كريسنت ماشي. فالفايبروس كريسنت ده مش حاجه اكتف، ده حاجه ايه؟ ده حاجه كرونيك، ده كان اون فاير خلاص، بس دلوقتي بقى حطام ماشي. طيب فالكريسنس الكبيره قوي دي عماله تضغط 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 على الكابيلاري من بره، هتقفله. فده بقى خلاص مفيش، ده سيفير اوليجوريا، مفيش يا بيه، ما انت قافل الدنيا. وهايبرتنشن نفس القصه بتاع النفريتك سندروم، بس البلس عليه ان الكرياتينين واليوريا بيعلوا بسرعه جدا، فهنا العيان مش هيبقى عنده ازوتيميا، ده هيبقى عنده يوريميا، هيبقى سيمتوماتيك. هو كان ايه هي الازوتيميا دكتوره شيماء؟ معلش فكريني. لاب كيميكال كرياتينين 1.8 1.9 اليوريا 49 60 62، انما هناك اليوريا 120 كرياتينين 4، العيان بيرجع، العيان وارم، العيان بدا يحصل له ايه؟ كالسيوم سوري صوديوم ديبوزيشن على الجلد، بدا يحصل على السولت بيبر ابييرنس بتاع الناس اليوريميك، وهكذا. اتفقنا؟ كرونيك جلوميرولونيفرايتس بقى خلاص الدنيا اتحرقت خالص، فاحنا يعني ده الاند ستيج اوف ا فرايتي اوف جلوميرال ديزيز، يعني كل الجلوميرال ديزيز دي في الاخر هتؤدي مصيرها المحتوم اند ستيج رينال ديزيز. هي مش كله يعني مش 100% من بتوع الجي ان بيوصلوا في الاخر لاند ستيج، ولكن جزء محترم منه، ولكن هي الجي ان بتمثل من 30 ل 50% من اسباب الاند ستيج ده بره، احنا هنا لا تمثل اكتر من 20% مثلا 10% بالكتير. احنا عندنا اسباب ثانيه، دايابيتس والهايبرتنشن والاوبستراكتيف بيرابسي والكلام ده كله وكرونيك انفكشن، دي حاجات تعب والانون. فالناس اللي عندها كرونيك جي ان خلاص ده جاي باند ستيج سي كي دي، ده بيجي بهايبرتنشن ويوريميا وبيحتاج بقى ايه؟ ريبليسمنت ثيرابي في صوره ترانسبلانتيشن او دياليسيس كده. دي المقدمه بس في الاول عشان نشغل دماغنا يعني. المره الجايه ان شاء الله هنخش في اسباب الجلوميرولر انجن، الاسباب بقى والباثوفيسيولوجي بتاعها، ويعني ايه انتيجين انتي بودي كومبلكس والكلام ده كله، واللي بعديها هنكر الجي ان كله بقى ورا بعضه.